الروائية القاتلة آن بيري، بريطانية من مواليد 1938، كاتبة روايات بوليسية. 1954 في نيوزيلندا ضربت والدة صديقتها حتى الموت لأنها رفضت انتقال ابنتها للعيش معها في جنوب أفريقيا، فقررت المراهقتان قتلها لكي لا تبتعدان عن بعضهما. حكم عليها بالسجن 5 سنوات. كانت تعرف باسم جولييت هوملي، غيرت اسمها بعد إطلاق سراحها. تبنت اسم آن بيري كاسم مستعار لمسيرتها في الكتابة. 1979 أصدرت أول كتاب لها، اشتهرت بسلسلة رواياتها بيت آند مونك، وبيع أكثر من 25 مليون كتاب لها. 2023 توفيت عن 84 عاماً في لوس أنجلوس. بعد تدهور صحتها في الأشهر الأخيرة وإصابتها بنوبة قلبية في نهاية 2022، هي الملهمة لفيلم مخلوقات سماوية الذي صدر في 1994.